بسم الله الرحمن الرحيم. تم اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية لافتتاح السنة القضائية لسنة 2024 بعد أن تم الإعلان عنها من طرف السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد الإذن المولوي السامي. خلال هذه الجلسة الرسمية تم استعراض حصيلة العمل القضائي بهذه الدائرة القضائية لسنة 2023. الحمد لله كانت النتائج جد إيجابية خلال السنة الفارطة بالنسبة لعمل النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية، لا من حيث تصريف الأشغال داخل أجال المعقولة وتصفيتها بكل نجاح، وقد بلغت نسبة الإنجاز 99% بمختلف شعب النيابة العامة من شكايات ومحاضر ومراسلات، كما تم إعطاء الأولوية للآليات والتدابير الهادفة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وخفض نسبه، وكذا العمل من أجل تجويد عمل الضابطة القضائية والرفع من جودة الأبحاث التمهيدية من أجل صيانة الحقوق وحماية الحريات. وبنفس الجلسة كما لاحظتم تم طرح البرنامج المسطر خلال سنة 2024، وخلال هذه السنة سنعمل إن شاء الله بنفس وتيرة السنة السابقة، بل وأكثر من ذلك، وسنبذل المزيد من الجهد أو المزيد من المجهودات من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة بهذه الدائرة القضائية، مع ضرورة استحضار مبدأ جدية الأداء في ممارسة العمل القضائي من خلال تكريس المبادئ والأخلاقيات القضائية وجعلها من الأولويات. نتمنى أن نحقق إن شاء الله نتائج جد متميزة خلال سنة 2024 كمًا وكيفًا وبالجودة العالية المطلوبة، وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.